حاضر وعلى تماس مع كل أوجه الاحتياج الفلسطيني، تلك هي الحقيقة التي تؤكدها خطوات تيار الإصلاح الديمقراطي في كل شبر يوجد فيه فلسطيني، جهود كانت محل تقدير من وفد مؤسسة RVF الأمريكية، والذي أشاد بجهود قائد تيار النائب محمد دحلان في توفير تمويل سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة المياه في قطاع غزة، والتي يستفيد منها 230 ألف طفل من طلبة المدارس بحصولهم على مياه شرب نظيفة. توفير مياه نظيفة للطلبة هذا شيء مهم جدا. احنا بنحاول من خلال مشروعنا انه اكثر من في حدود 125 مدرسة نوفر لها محطات مياه تحلية تكون يعني مياه نظيفة للشرب وللاستخدام للطلاب. Wave Beats Music.